لديكم الآن واجب في كتاب النشاط على تمرين أيام الأسبوع. تذكر أيام الأسبوع مثل الأعداد، دائماً تأتي بالترتيب نفسه. لتحفظها عليك أن تكتبها وتكررها دائماً، فهي تأتي بالترتيب نفسه: الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة، والسبت. ومن ثم تتكرر مرة أخرى، تبدأ بالأحد. الآن سأقرأ لك الأسئلة وعليك أن تحلها بنفسك. لتجيب إجابات صحيحة عليك أن تكتب الأيام بالترتيب أمامك هنا في الأعلى، ومن ثم يمكنك الإجابة. اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الجمعة هو، فكر، اليوم الذي يسبق، يأتي قبله، اليوم الذي يسبق مباشرة يوم الثلاثاء هو، ما هو اليوم الذي يأتي قبل الثلاثاء؟ اليوم الذي يأتي مباشرة بعد يوم الأربعاء هو، أي يوم يأتي بعد يوم الأربعاء؟ اليوم الذي يسبق مباشرة يوم الأحد هو، ماذا يأتي قبل يوم الأحد؟ تذكروا الدورة التي رسمتها سابقاً في الشريحة السابقة. لاحظوا هنا، أكمل الجدول، هنا كتب اليوم الذي يسبق مباشرة، وهنا اليوم، وهنا اليوم الذي يأتي بعده مباشرة. سأحل لكم أنا المثال الأول، مثلاً معنى يوم الخميس، ماذا يأتي قبله؟ الأربعاء، بارك الله فيكم، وماذا يأتي بعده؟ الجمعة. إذن أتأكد، الأربعاء، الخميس، الجمعة، صحيح. الآن هنا لاحظوا مثلا مكتوب هنا الأحد، ماذا يأتي هنا قبله؟ السبت، وماذا يأتي قبلها؟ الجمعة. إذن ستكون الجمعة، السبت، الأحد. إذن بعد أن أكتب أتأكد من الترتيب. كما قلت لكم، اكتبوا الأيام أمامكم بالترتيب حتى تجيبوا إجابات صحيحة. أكملوا الحل بأنفسكم وأرفقوا لي صورة الواجب.